فريحة يا الماس مو هيك؟ صح، مرحبا. وانت سمير؟ ايه نعم، شريكك بالمشروع. تشرفت بمعرفتك، كيف نشتغل؟ بعد ساعة تعالي على قسم التشغيل وانا رئيس القسم، نلتقى هونيك ونقرر شو بدنا نعمل. تمام، مع السلامة. ممكن شوي يا زميل؟ انت شريكك بالمشروع؟ صحيح، يمكن ما عاد في داعي لمرحلة التعارف، نبلش مو؟ بس انا برا التقيت بواحد تاني. ما في واحد تاني، أنا بس. لا تتغلص. فيني اتغلص أكتر كمان؟ شو معنات هالحكي؟ معناته ما فيكي تطلعي من هون. أمير، أنت شو فكر حالك آه؟ شو هالتصرف هاد؟ بس تحسي حالك جاهزة للشغل خبريني فريحة. بكفي، أنا بدي أطلع من هون هلأ وفوراً. شو رح تفرق معي؟ إذا طلعتي هلأ رح تجي بكرة يا فريحة. بهالمشروع أنت مضطرة تشتغلي معي. عم بقلك أنا التقيت بواحد تاني غيرك أمير. كمان عم بقول أنا شريك جديد، وبعدين هداك الشاب بده يشتغل مع حدا تاني. تصرفك هذا عن جد استبداد. استبداد؟ بتعرفي شو هو الاستبداد؟ هو يلي عملتيه فيني كل هالايام، يلي عملتيه فينا يا فريحة. شو بدك نكون؟ يعني مثل ما كنا بالاول؟ فريحة بتهرب، أمير بيلحقها، أمير بيلقطها، فريحة رد بتهرب. ما في شيء ممكن يرجع مثل ما كان. اتركني روح بقى لو سمحت. ما فيني اتركك. بس لازم. بس ما عم بقدر اتركك. برأيي اتركي دلالك وبكفي ونرجع مثل الأول. أمير حاجة بقى، عم بقلك خلص، كم مرة بدي أحكي؟ خلص؟ خلص مثل ما بلش، مو هيك فريحة؟ طيب أنت متذكرة كيف بلش؟ أنت شو فكر حالك أمير؟ شو عم تعمل؟ أنت شو فكرني؟ فهمني؟ كل شي بده يكون مثل ما انت بدك يا مو هيك؟ بتقطع علي الطريق؟ بتسكر الباب وبتبوسني غصبا عني؟ تتخيل مو هيك؟
أمير أنت ما عم تقدر تتخيل إني أنا ما عاد حبك بنوب. خلص ما عاد اتصرف بهي الطريقة، ما تشغلي بالك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.